تعالوا اخدكم بقى لمكان قد المقام عند عمنا نجيب الريحاني. نجيب الريحاني. وزي ما قلت برضو انه كوميديان كبير جدا، لكن انا ما افتكرش ان انا شفت له اي حاجه بيضحك فيها خالص خالص. يعني هو يضحكك لكن ما بيضحكش خالص، هو ضحك قلبكي يعني. وما اعتمدش ابدا الراجل على شكله. وكتير من كوميديانات مصر ما اعتمدوش على شكلهم ابدا ابدا، في انه يعني عادل امام مثلا، ما هو راجل قمر يعني. لكن الناس اللي بتعتمد على انه شكلي فيه حاجه كده تلفت النظر فاضحك منها، مش عارفه يعني، فكره المفروض نفكر فيها بشكل تاني، لان مش دي الكوميديا ابدا خالص. الكوميديا في الكتابه الاول، يبقى يعني مكتوب حاجات جميله ومصنوعه ومرسوم افيهات للممثلين، ويكون الممثل متملك من ادواته وموهبته، ومرسوم الشخصيه بمخرج بحركات وميزانسيزس، ويعني ميزانسيهات اللي هي حركات المسرح. الموضوع اكبر من انه سناني مكسره او تخينه او رفيعه او طويل او اقرع، او يعني المساله الحقيقه مش في المنطقه دي خالص. ولو انتوا فاكرين ان هو مثلا اسماعيل ياسين وبقه وكده، ده هو صنع كاركتر، هو صنع كاركتر. لكن في افلام لاسماعيل ياسين طالع بيمثل تراجيديان عظيم جدا، وراجل بيتحب. افتكر الفيلم بتاع الفلوس ده، مش فاكره كان اسمه ايه، راجل يعني شكله عادي جدا. المهم تعالوا نروح لحكايه في مكان قد المقام، قصر ثقافه نجيب الريحاني. مين فيكم بيسمعني من حدائق القبه؟ قصر ثقافه نجيب الريحاني في حدائق القبه اصبح حكايه مكان بيروي قصه من جيل لجيل. قال بديع خالي في مقدمه مذكرات الريحاني، ويا ريت تجيبوا المذكرات دي، وحلوه قوي، فيها تفاصيل كتير عن تاريخ مصر. انه بناه وقرر في بداياته ان هو يخليه مقر للمسنين من الفنانين. شفت الجمال؟ شوف بديع خيري بيفكر ازاي، ان هو يعمل بيت علشان يبقى للمسنين الفنانين لما يكبروا في السن. والريحاني يعني ما تهناش بهذا المشروع الفني، ورحل عن الدنيا قبل ان يسكن هذا البيت، واغلق هذا البيت عقب وفاة الريحاني. طيب، اختلف شكل البيت ده، وشكل هو قصر صغير جدا، هتشوفوا صوره على الفان بيج الراديو 90 90. واستلمته وزارة الثقافة بعد كده وحولته لقصر ثقافة نجيب الريحاني من أوائل السبعينيات، أفتكر، لاستحضار روح صاحب هذا المكان الجميل. الحقيقة البيت ده في موقع ممتاز قوي، نهاية شارع القصر في حدائق القبة، وهو مشهور قوي وسط حدائق القبة. وياريت تروحوا وتتفرجوا على هذا المكان التاريخي الجميل.